كوريا الجنوبية فازت على المكسيك بهدف، كرة خطيرة وخطرة هذه، وهدف أول، هدف أول يسجل اللاعب جيفيت موتوبا يسجل بالدقيقة 6 أول أهداف المباراة. جيفيت موتوبا يسجل أول أهداف المباراة لمنتخب جنوب أفريقيا نتيجة خطأ دفاعي قاتل لمنتخب العراق الأولمبي. لاحظ الكرة الرأسية تلعب، الكرة يتعدى لاعب يلعبها ما بها تسلل، وكرة تنقطع من سعد ناطق وتأتي على طبق من ماس وليس من ذهب للاعب ماتوبا اللي يسجل أول أهداف المباراة. شوف الكرة من سعد ناطق، يعني هناك غياب لمصطفى ناظم ما أريد أذكره على الهواء لأن ما متأكد من صحته، يعني مصطفى ناظم لم يغيب فنيا ولكن لأسباب يعني شخصية ما أريد أذكرها، يعني عكس سير المباراة. على كل حال علي عدنان الآن يلعب الركنية رأسية، جول جول سعد عبد الأمير يدرك التعادل بالدقيقة 14 من عمر المباراة، رأسية رائعة من سعد عبد الأمير يسجل من خلال هدف التعادل بالدقيقة 14 من عمر المباراة. واحد أسود الرافدين منتخب العراق الأولمبي، واحد جنوب أفريقيا، رأسية رائعة من الرائع القائد سعد عبد الأمير يدرك من خلالها التعادل لمنتخب العراق الأولمبي. 1-1 حلوين يا شباب.